بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. بنعمه ربنا يسوع المسيح يا حبايبي وارشاد الروح القدس نتكلم النهارده عن موضوع الحزن الرديء. الحزن الرديء ده اتكلم فيه اباء كتير اسم الصليب ووفوا الموضوع ده حقه واتكلموا فيه بكلام رائع جدا جدا الصراحه. أنا يمكن بس أركز على أربع نقط. إيه تعريف الحزن الرديء؟ هنسميه باللغة العامية إن هو نكد في البيوت يعني. والنكد ده جزء على فكرة من الحزن الرديء. الحزن الرديء مش بس نكد. يعني ممكن واحد يحزن حزن رديء من غير ما ينكد، بس يبقى في قلبه حزن شديد على فقدان مال، على فقدان ابن، على فقدان مركز، وما يقدرش ينسى الحزن ده بأي شكل من الأشكال. ولكن الحزن الرديء أو الحزن عموما هو عدم وجود الفرح. يعني جينا عرفنا الحزن هو عدم وجود الفرح. ممكن الإنسان يحزن لوقت، ولكن لو كان في سلام مع ربنا الحزن ده مش هيتنه، لأنه هو في سلام مع الله. فهو السلام بيولد الفرح، والفرح يولد السلام، لأن الفرح هو برضو نوع من أنواع الالتزام كوصية ملهاش دعوة بالمؤثرات الخارجية المفروض مع الإنسان المؤمن. يعني بلزم نفسي أن أنا أكون فرحان لأني واثق في ربنا وعارف أنه هو يعدل الأمور وأن الأزمة دي مش هتستمر كتير. فالإنسان المسيحي أو المسيحية بتؤمن بحاجة اسمها الحزن المفرح. إيه الحزن المفرح ده؟ الحزن الإنسان على ضعفه وعلى خطيته، إنه هو واقع في الخطية، وكمان فرحه بإن ربنا بينصره وبيقومه من الخطية وبيقومه من الضعف وبيديله الخلاص عن طريق إن هو يعترف. بس الإنسان يمارس وسائط النعمة بحيث إن هو يرجع. تعالوا نشوف أول حاجة أسبابه، تاني حاجة هنشوف نتائجه. يعني ده أولا قلنا إيه هو الحزن، وتاني حاجة أسبابه، تالت حاجة نتائجه، رابع حاجة الحل بتاعه. فإحنا عرفنا الحزن الرديء هو عدم وجود الفرح. هو الفرح كمان ده ثمر من ثمر الروح القدس. فبما انه الفرح مش موجود يبقى الروح القدس مش شغال. اعرفوا كده ان الانسان اللي عنده حزن رديء الروح القدس مش شغال جوه. ليه؟ لانه مفيش فرح. الفرح ما بيجيش نتيجه ان الظروف الخارجيه كويسه، ولكن بيجي نتيجه سلام داخلي برغم الظروف الخارجيه وبرغم ان ران زي كانت فيت قديسين مثلا كانوا فرحانين بوجود الله في وسطهم برغم ان هم كانوا موجودين في الأتون. وده اختبار مع مرور الوقت بعمل الروح القدس داخلنا يبتدي الفرح ينمو. أسبابه من أسباب الحزن الرديء هو في أسباب بتيجي عن جهل وأسباب بتيجي عن شر. يعني الحزن الرديء ده بتيجي عدم وجود الفرح. في واحد مبيبقاش عايز يفرح بجد، وفي واحد مش عارف يفرح. في واحد مبيبقاش عايز يفرح، وفي واحد مش قادر يفرح. اللي مش عايز يفرح ده بنقصد بيه الفرح الإلهي أو الفرح الروحي. مش عايز يفرح فرح روحي، عايز يفرح فرح عالمي، عايز يفرح فرح جسدي. ما يشبعش من الدنيا ومن ملذاتها ومن، فلما ما يجيش اللي هو عايزه يحزن، وممكن يكون بقى عمل شريرة علشان خاطر إن اللي عايزه ده يجي مرة تانية، زي اللي بيسرق، زي اللي بيقتل علشان خاطر يأكل، أو يزني علشان خاطر يأكل، أو الكلام ده كله. ولكن أهم أسبابه قاطبة بالتأكيد لها هي دي كل الأسباب، هو عدم وجود ربنا. عدم وجود ربنا في حياة البني آدم يولد الحزن الرديء، سواء عن جهل أو سواء عن قصد أو عن شر.
ازاي عدم وجود ربنا؟ ربنا بنفسه لما بيكون موجود في مكان بيبقى السلام والمحبة والفرح والطمأنينة موجودين، ولكن هذا بيعتمد على مجهود الإنسان وتعبه في إنه إزاي يدعو ربنا دائما إن هو دائما يكون موجود. ولينا في قصة من الكتاب المقدس، قصة سارة في سفر توبيا، قصة سارة في سفر توبيا اللي هي كان جوزها سارة الابن كانت بتتجوز 7 مرات، جوزت 7 مرات، وفي كل مرة جوزها كان يموت نتيجة عدم الصلاة. من أول صلاة الشيطان جه يخلو، فتعرف عنها سمعة إن جوزها ما بيعيش لهاش جواز، لغاية لما جه الملاك رفائيل لطوبيا الابن قال له لما تيجي تتجوز سارة 3 أيام، وأقول لكم نص الآية كده من الكتاب المقدس، لو نفتح مع بعض سفر طوبيا الإصحاح السادس آية رقم 16، طوبيا ستة، كان الملاك رفائيل بيشرح لطوبيا الابن، بيقول له قال له الملاك رفائيل استمع فأخبرك من هم الذين يستطيع الشيطان أن يقوى عليهم. ويوم يدخل الشيطان يدخل معه الحزن، يوم يدخل الشيطان يدخل معه النكد، يوم يدخل الشيطان يسيطر يخلي حياة الإنسان كلها جحيم، يديله ملذات شخصية في سبيل أنه هو يدمر حياته. عمر ما كان الشيطان هدفه أبداً راحة البني آدم ولا أنه هو يكون مبسوط وسعيد، يديله لذات وقتية يجذبه بيها وبعد كده هو يقول له مالكش خلاص. فعلشان كده بيقوله الملاك رفائيل حاجة وخايف الخطورة جداً جداً جداً، كلنا لازم ناخد بالنا منها وخصوصاً المتزوجين حديثاً. استمع فأخبرك من هما الذين يستطيع الشيطان أن يقوى عليهم. مين هو اللي استطيع الشيطان ينكد عليهم؟ إن الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل الذين لا فهم لهما أولئك للشيطان عليهم سلطان. يعني إيه الكلام ده؟ تلاقي 2 بيتجوزوا وهم ما هماش فاهمين يعني إيه جواز، تلاقي 2 بيتجوزوا وهم ما فهموش شخصياتهم شكلها ايه وما فهموش شخصيات اللي حواليهم شكلها ايه، تلاقي 2 بيتجوزوا من غير ما يطلبوا استشارة ربنا ومن غير ما يصلوا كتير علشان ويقدسوا نفسهم بصوم وصلاة علشان خاطر ربنا يرشدهم. كل اللي همهم ان هم يتجوزوا الا علشان يتقال ان هو مش متجوزش، ولا علشان تتقال عليها ان هي خلاص لا دي اتجوزت بدري. اسباب كلها للأسف من الكالتشر بتاعتنا في الباك هوم بتخلي الواحد يتجوز بدون ترتيب، فبيحصل انه بيبقى كل همه يدخل ان هو يتجوز وخلاص. حتى ممكن دول لما يدخلوا يتجوزوا ممكن الامور تنصلح ما بينهم لو دخلوا وهم عارفين ربنا، بس بيبقى كل همهم ان هم يدوروا على جواز، ما بيعرفوش ربنا في جوازهم وما بيصلوش قبل الجواز. وما في مرة من المرات وأنا في سفرية مع أسرتي بعد الكهنوت، قابلت 4 أفراد كابلز وكل واحد ومراته لسه متجوزين. الولاد دول كانوا موجودين في أمريكا وعرفوا طبعا أبونا وجم يسلموا على أبونا، فبقول لهم إيه الأخبار، أنتوا فين وجايين منين؟ قالوا لي ده إحنا جواز لسه متجوزين جداد. قلت له الله حلو، رايحين تقعدوا شهر ناس؟ قالوا لا، رحنا الأول قعدنا في الدير 3 أيام، قدسنا جوازنا 3 أيام في الدير وصمنا وصلينا وده احنا طالعين شهر العسل. ولاد موجودين في أمريكا وعرفوا سر الحياة الفاضلة فعلا، اللي هي ان ربنا يكون موجود في الحياة دي بنفسه، يطلع اي نكد. حتى لما كل المشاكل تحصل بعد كده هو ما يحصلش فيها أخطاء، وما يحصلش فيها لو حصلت مشاكل ما يحصلش فيها أخطاء وضعف ومهانة ودموع وحزن وصراخ وصويت وعويل، ده كل ده حزن رديء، كل ده حزن رديء.
قال لنا عليه السر الملك رفائيل في طوبيا، الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل الذين لا فهم لهم أولئك للشيطان عليهم سلطان. يبقى إذن ثانية واحدة أحمد، يبقى إذن أسبابه هو سواء شر أو جهل، هو معظمه بيكون عن الجهل. شر دي يبقى واحد داخل ينتقم مثلا ويتجوز جواز انتقام، ولا داخل يسيطر وخلاص، فده بيبقى شر. إنما ده نادرا ما بنلاقيه، بيبقى معظم الجوازات بتدخل عن جهل وعدم دراية باللي المفروض إن هو يحصل. علشان كده لما ربنا ما بيبقاش موجود، الله محبة، فالمحبة كمان ما بتبقاش موجودة. أهم حاجة في الجواز هو المحبة. علشان كده هو لو ربنا مش موجود المحبة مش موجودة، وبالتالي كمان ربنا لو مش موجود الاتضاع مش موجود، لأن الله هو الاتضاع. فالاتنين مش عارف يتضع قدام بعض، إن حد فيهم ممكن يتنازل ويعلم التاني إزاي يتنازل. عمرنا ما هنعلم بعض الاتضاع بالكبرياء، يعني عمري مثلا ما هقول إن أنا هسيطر على اللي قدامي علشان أعلمه الاتضاع، مش كده. الاتضاع بيعلم بالاتضاع، الاتضاع بيعلم بالاتضاع، ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. في قصة كانت بتقول إن في ملك كبير سمع عن السيد المسيح إنه صانع الخيرات وعامل المعجزات، راح قال لك أنا أستضيفه في البيت، وبيبقى عنده مشاكل كتيرة قوي. قال لك طبعا إيه، هيجي يريح البيت. راح وجاب استضاف السيد المسيح واداله أوضة، وقال له تعالى سيدي المسيح في الأوضة دي. السيد المسيح قال له حاضر. جه قعد في الأوضة، جه الشيطان بالليل خبط على إيه، على الملك، على صاحب البيت. راح صاحب البيت هو اللي فتح له، دخل بهدل الدنيا، دمر وعويل وصرخ ونكد وعلى حاجات هاشه وخرج. راح جه الراجل، دخل لسيد المسيح وقال له يا سيدي ازاي تكون موجود في الاوضه ويحصل الكلام ده، مش انت موجود في البيت؟ قال له بس انا عرفت بقى ايه السر، انا هدخلك في اوضه اكبر. وراح مدخله في سويت. تاني ليله جه الشيطان خبط، الراجل فتح له، نفس الحكايه، نكد وعويل وصرخ وصريخ لم يقف. الله، راح للسيد المسيح قال طب اقول لك بقى، خد انت البيت وسيب لنا اوضه. راح السيد المسيح خد البيت. لما جه الشيطان تالت ليله يخبط، لا مين اللي فتح له بقى؟ السيد المسيح بنفسه. لك لا انا مش هقدر عليه. الملائكه بتهرب من الشر حبيبي، الملائكه بتهرب من عدم الطهاره، الملائكه بتهرب من عدم التقديس. الملائكه ما تقدرش تدافع عننا واحنا بنستدعي حد تاني، لان طول ما احنا غير مقدسين والطهاره، عدم الطهاره مش موجود، الشيطان الملاك ما يقدرش يشوف المنظر، ما يقدرش، ما يعرفش يتعايش معاه من غير طبيعته، عكس طبيعته، وهو مكلف ان هو يحرسك. فبيبقى محتار، طب انا اعمل ايه، احرسه ازاي وانا مش قادر، لان لا شركه للنور مع الظلمه ان انا ابص على اللي بيحصل. طب انا هنسحب بقى شويه، يمكن يعرف ان انا سحبت علشان خاطر لما يرجع تاني ياخد باله المره اللي جايه. فلو ربنا موجود هو اللي هيدافع. لو ربنا موجود في حياتك بالصلاة والتقديس هو اللي هيدافع. مش كده، التقديس ده أهم نقطة في حياتك، ولما نيجي نشوفه في الحل بس نقوله من دلوقتي. تقديس زي دانيال كده، وضع في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك، وخد الطهارة منهج ليه، والطهارة فيها قوة للبني آدم لأنها بتحافظ عليه وسط ملائكته. طبعا نتيجة دي من الأسباب، عدم وجود المحبة نتيجة عدم وجود الله، وجود الكبرياء وعدم الاتضاع نتيجة عدم وجود الله. كل واحد بيفكر في ذاته، كل واحد بيفكر في نفسه وفي مش في الآخر. طب أنا لو قدامي بيفكر كده، ما أنا ممكن ببساطة لما بصلي أعلمه إن هو يفكر إزاي فيا. أنا بفكر فيك أهو وبعمل علشانك حاجات حلوة، مرة في اتنين في تلاتة. لو حصل إن لأ ما خدش باله، نتكلم بقى مع بعض، وممكن ان احنا نستشير مستشارين من الكنيسة في الموضوع ده هون علشان يوضحوا لنا ازاي نقدر نتعامل
مع بعض. عدم فهم النفس دي مشكلة كبيرة جدا. في واحد ما بقاش عارف نفسه، في واحد ما بقاش فاهم نفسه، أنا طبيعة شخصيتي إيه. علشان لو فهمت نفسك تقدر تفهم إزاي اللي حواليك تطلب منهم يتعاملوا معاك، وإنت كمان تعرف شخصيات اللي حواليك. يعني في شخصية مثلا هادية، شخصية هادية دي لما يحصل فيها اضطراب وتبقى تحت ضغط بتدخل تكتب على نفسها، فأنت مش فاهم الموضوع ده، فاهم إن دي قمصة. ما هيش قمصة، ده دي واحدة أو واحد شخصيته هادية، طبيعة شخصيته تحت الضغط بيدخل يعتزل. واحد تاني شخصيته اجتماعية، لما يحصل عليه ضغط ويحصل فيه مشكلة عنده، اللي بيحصل إنه هو بيخرج بره البيت يشم هوا، يخرج. فتقول ده فقد مثلا، لما هو مش كده. فانت خدوا بالكم من النقطة دي، فهمنا لأنفسنا وللشخصيات اللي حوالينا ودراسة الشخصية دي حاجة مهمة جدا في علم النفس وفي الزواج، للمقبلين على الزواج وحتى اللي عدوا الزواج يقدروا يعرفوا الكلام ويتعلموا عن شخصياته. فأعرف أتعامل إزاي مع اللي قدامي، وأعرف في الحالات اللي هو بيكون تعبان فيها شكله إيه، وممكن أقول له لما تشوفني تعبان أعمل كذا، لما تشوفيني تعبان أعمل كذا، وهكذا نقدر نتكلم مع بعض. طبعا وسائل الاتصال بالنسبة للتربية الكوميونيكيشن، أنا ما كانش قصدي، أنا حصل وما كنتش أقصد من دي، أنا فهمت أنك أنت تقصد كذا، أنا فهمت أنك أنت تقصدي كذا. الكوميونيكيشن مش واضح، دي برضو تسبب المشاكل وتسبب الحزن الرديء وتسبب النكد في البيوت. عدم الثقة أو الشك والغيرة الغير مقدسة دي برضو بتسبب نكد في البيت بشكل مستمر، ولو دخل الشك والغيرة مش هيخرجوا غير بنعمة من المسيح بنفسه ويجي ويطلع كل حاجة. تقديس، تدخل الأهل مشكلة أحيانا، عدم وجود نظام في البيت بيعمل نكد طبعا، وعدم وجود النظام ده ربنا علمهن إن أي حاجة علشان المحبة تاخد مجراها تاخد مجراها من خلال نظام. فين الكلام ده علمهن في الكتاب المقدس؟ في معجزة إشباع الجموع. معجزة إشباع الجموع إيه اللي جرى فيها؟ اللي حصل إن هو جاء لهم وزعوهم 50-50 وبارك في الخمس خبزات والسمكتين. هم كانوا 5000 رجل على 50، يعني حوالي إحنا بنتكلم في مثلا نقول 100 مجموعة. 5000 على 50 100 مجموعة، 100 مجموعة مقسومين على 12 تلميذ، يعني كل تلميذ بياخد من 8 إلى 9 مجاميع غير الأسر والعائلات. تخيلوا كده يا أحبائي، لو فرض إن ربنا كان عمل برك في السمك والخبز وهم قدامه قاعد يرميهم كده هو، واللي ياخد 200 سمك واللي ياخد سمك واللي ما ياخدش خالص، طب ربنا ظالم بقى؟ لا، ربنا حاشا إنه يكون بظالم، علشان خاطر بيوزع محبته. ما السمك والعيش ده محبة، ما يعرفش تتوزع المحبة غير في وجود نظام ومساواة. حتى كمان لما حصل انه جمش تلاميذ كل واحد خد من 8 الى 9 مجاميع، ايه اللي جرى؟ جم كل واحد، تخيلوا كده ان 5-9 مجاميع دي يعني أتوبيس رحلات، كل تلميذ مسؤول عن 8 أتوبيسات رحلات. تخيلوا كده إن تلميذ مسؤول، لما يبقى خادم مسؤول عن أتوبيس رحلة، واحد بيشد في شعره، 3 بيشدوا في شعرهم، فما بالكوا واحد مسؤول عن 8 بعائلتهم. لولاش النظام، لولاش إن الناس كلها عارفة إن برجاء إن الحاجة المحبة جاية لها، ده تلاقي يعني بطرس تعبان ان هو بيوزع الخبز والسمك على الناس، تعالوا ونساعده. ليه؟ في نظام، في عدل، فيبقى في تفاهم. فالنظام في البيت يخلي المحبه تاخد مجراها، يخلي كل واحد، نحط نظام في البيت كل واحد له مهمته، انا اعمل ايه وانت تعملي ايه. طبعا مشكلة كبيرة قوي بتحصل المشاكل النفسية، يعني في أحيانا ناس بترتبط وما عندهاش فكرة إن ممكن يكون
هم نفسهم تكون عندهم مشكلة نفسية ومش واخدين بالهم، والطرف الآخر عنده مشكلة نفسية هو مش واخد باله وهو التاني ما يعرفهاش. دي ممكن تحصل كتير نتيجة الشرق، الجو الشرقي اللي احنا اتربينا فيه، بتطلع مشاكل كتير احنا مش واخدين بالنا منها. مش كده لما تيجي الغربة بتنكشف المشاكل دي. طول ما احنا موجودين في البيت بتاعنا اللي في بيتنا الأساسي الأصلي مصر، أو في أي مكان في الشرق الأوسط، في السودان، أي مكان في الشرق الأوسط، في العراق، أي مكان في الكالتشر دي، الثقافة دي ثقافة مقفولة شوية، فبتخلي الواحد خلاص في وسط أهله، في وسط عنده الأمور ماشية. بتيجي في وسط الحرية الدنيا تتفتح، تبان المشاكل، تبان أي حاجة فيها مشكلة نفسية، يبتدي النكد يحصل. ليه؟ لأنه بيبتدي يتعرف على نفسه من أول وجديد، ويبتدي يحس بالضيقة اللي كان موجود فيها وما كانش قادر يتكلم عليها، فمش قادر يتنفس وعايز يخرج منها بأي شكل، فتبتدي تحصل المشاكل. فالمشاكل النفسية دي مشكلة كبيرة، سواء اللي قبل الجواز اللي واحد مش دريان بيها، أو اللي بعد الجواز بتيجي نتيجة الصدمات اللي البني آدم ما بيبقاش حاسس، لأنه مش فاهم شخصية اللي قدامه، فبيعمل الحاجات اللي بتضايقه وهو ما بيتكلمش، فبتحصل صدمات بيسموها في لغة العلم النفس ترومز. جات له تروما، شاف حاجة مش قادر يشوفها، مستحملتها شخصيته، مستحملتهاش، ما ترباش على كده. فما بنتفهمش احنا النقطة دي، علشان كده خاطر بنسيب نفسنا من غير علاج بالعلاج الأساسي اللي هو وجود ربنا. طبعا النتائج بتبقى مشكلة كبيرة جدا. واحد لما بيبتدي بقى النكد يدخل والشيطان يدخل، بيبتدي يحس بالظلم. طب انا ايه اللي خلاني احصل فيا كده؟ ايه اللي حصل انه يحصل فيا الكلام ده؟ هو طب ما هو بيظلمني بالمنظر ده، ولأن انا مش فاهم بقى، وعدم فهم عمال يجيب عدم فهم، لان ما فيش صلاة، كله عمال يجيب كل، فيدخل احساس الظلم. واحساس الظلم يسبب ان الانسان يزداد في خطأه لأنه حاسس بالظلم، فيحس بالذنب. يعني بعد الإحساس بالظلم يجي الخطأ، وبعد الخطأ يجي الإحساس بالذنب، ويجي الإحساس بالذنب ويبقى مش عارف يعمل إيه، يجي له صغر نفس. شوف الترتيب: ظلم، خطأ، ذنب، صغر نفس. تعدي بيه بقى في رغبة في الانتقام، يحس بالذنب تاني، يدخل في السايكل هي بعد ما يحصل مشكلة تاني، يدخل في السايكل، يجي له اكتئاب ويجي له يأس، اللي ممكن بعد كده بعد الشر عليكم كلكم يؤدي للإدمان أو الانتحار. نتائجه مؤسفة جدا للإنسان اللي ما يفهمش إن الشيطان هو اللي داخل. يتهموا بعض باتهامات هم غلابة فيها، هم الاثنين مش بنعفيهم من المسؤولية بالتأكيد، ولكن ليها حل. ولكن المشكلة فين؟ ضروري لازم نكون عارفين فين المشكلة. بيتهموا بعضهم في البيوت ان هم انت عندك المشكلة وانت عندك المشكلة. لا، عايزين نقعد ونشوف فين المشكلة. لو طلعت عن قصد، لا، دي حاجة تانية، زي ما قلت في الاول اللي هي شر. لو طلعت عن عدم فهم، لا، تتحل. طب في واحد يفهم وغصبا عنه مصر نعيد الأخطاء مرة تانية، طبع في الشخصية أو ضعف في الشخصية أو خطأ في الشخصية، لها حل. لها حل إن احنا نتكلم معاه ستيل بالراحة، لأ، نعزل شوية، نقف شوية فترات كده، هو نراحة من بعضينا حبتين لغاية ما تفهم الموضوع ده فعلا بيضايقني، بس أنا أكن لك كل احترام وتقدير وغفرالك وغفرالك وغفر لك وكل حاجة، لكن لا، لازم نتعود واحدة واحدة شوية، والإنسان بياخد وقت عقبال ما تعود، فمحتاجة تعود وصبر من الطرف الآخر، والاتنين مع بعض يتبادلوا هذه الأدوار. طبعا الحل يكمن في إن الله يستطيع أي شيء. لازم تحط الفكرة دي في بالك، تزرع فكرة إن الله قادر على كل شيء، تزرع فكرة إنك لازم تحب، تزرع فكرة إنك ممكن تخف،
تزرع فكرة إن الله يريد لك الخير. ودي في سفر في سفر الحكمة الإصحاح الأول الآية: ولو أنتم يا قضاة الأرض اعتقدوا في الرب خيرا. إحنا للأسف مشكلتنا إن إحنا فاهمين إن ربنا رايد باللي بيجرى ده، وإن هو سامح بي، وإن هو قصد يعاقبني. لا لا خالص، ربنا لا يعاقبك بهذا الشكل. ممكن يكون تأديب، وتأديب محبة علشان الإنسان يرجع، مش بهدف إنه يموت. تأديبا أدبنا الرب، ولكن إلى الموت لن يسلم. لما الإنسان يبتدي يرجع لربنا ويصلي ويقدس ويصوم، يبتدي ربنا يفهمه. لو أنا عندي النية للحل، عشان دي أول حاجة كده، إرادة للحل. أول حل إرادة للحل. عندك إرادة؟ كان السيد المسيح يسأل كده كل الناس اللي بتخاف: أتريد؟ عندك استعداد تحل؟ عندك استعداد تبقى عارف كويس إن كل الأمور ترجع أحسن، أحسن مما كانت بنعمة المسيح؟ وتفهم كويس السر وراء إن الشيطان بيحاول يتلف البيت ويهد البيوت ويستغل ضعف البني آدمين في تحقيق أغراضه؟ ما تسيبلوش فرصة، ما تسيبلوش فرصة. التشجيع تاني حاجة مهمة جدا. لما تبتدي تفهم اللي بيحصل، تبتدي قبل التشجيع حاجة أقول لكم نقطة: الاعتراف بالغلط، تعترف إن في غلط. ده إذا قلنا ليس لدينا خطية ليس الحق فينا، زي ما يوحنا قال في رسالة الأول في أول إصحاح. لا، اعترف دايما بأنك في حاجة عندك مسؤولية معينة، حتى لو شايف أن ما فيش، لا، نقي لك حاجة كده طلعها، قول أنا كافي على كافي. في حاجة الفلانية حصلت كان ممكن أن الموت تكون أقل تأثيرا من اللي احنا في دلوقتي. الاعتراف بالخطأ وخصوصا للي قدامك يريح. في ناس مشكلتها أن هي تقولك إيه، أنا هصلح نفسي بس مش هعتذر ولا حاجة ولا هتكلم ولا وهسيبه كده، يتسبب في إحباط أكتر. يبقى اللي قدامك بيتجنب، وهو شايفك انت بتقدم توبة وحلو خالص وبترجع كويس، ومش مقدر اللي هو حصل فيه بسببك. لا، محتاج قبل ما تبتدي توب انك انت تعتذر له، او على الاقل تقول له انا حاسس بيك وفاهم مشاعرك وفاهم اللي انت بتمر بيه، حاسس باللي انت بتمر بيه، حاسس بتعبك، وانا بعترف بمسؤوليتي في التعب اللي انا سببته لك. دي اللي تهدي الامور، مش تتوب وترجع وخلاص كأني ما فيش أي حاجة، وهو بقى شافني كويس خلاص، ما ربيت كويس، عايز إيه تاني؟ طب والتاني اللي الجرح ده، أو التانية اللي الجرح دي؟ باعترافك بالخطأ ضروري أنك أنت لازم تقول أنا آسف، أو تعتذر، أو تبين ما يثبت أنك أنت حاسس باللي قدامك. تالت نقطة: قبول التأديب. وهنا التأديب المقصود بتأديب الروح القدس عن طريق الوصية. الإنسان يقبل التأديب، والتأديب، قبول التأديب ده حكمة. احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده كتير، ان مش بس تحمل التأديب او قبول التأديب، ولكن ابتغاء التأديب كمان. ابتغاء التأديب ان انا امشي بالوصية، وده موجود في سفر الحكمة الإصحاح السادس آية 18. اولها الخلوص في ابتغاء التأديب. ابتغاء التأديب، حكمة 6:18. فدي الحكمة الحقيقية الإنسان يسعى لها، مش مجرد أن يقبل التأديب ولكن يتحمل التأديب. طب أنا ابتديت جوازي غلط عن طريق جهل، وتسببت في دامج كبير جدا لأسرتي، وأنا مش واخد بالي، وبيعانوا منه دلوقتي بعد مرور هذا الوقت، هعمل إيه؟ هتخلى عن مسؤوليتي، ولا سأعترف بالمسؤولية، ولا عارف كويس أن يوم أعترف بمسؤوليتي وأتوب وأقدم توبة نقية حقيقية، واعترف بضعفي قدام ربنا واقبل التأديب، كل حاجة ترجع أحسن من الأول. هتقولون اللي كسر ما يصلحش، أقول لكم ده في عرفكم كبشر، ولكن في عرف الله الوضع يختلف. لأن يوم ما إيد الله تمتد يحل كل حاجة، كل حاجة. في أحيانا ربنا يعني بيسمح أن الأمور تستمر كما هي عليها لأجل خلاص نفس البني آدمين، ولكن في أحيان كتير يسمح أن هي بتتحل. تقولوا لي فازة وقعت وكسرت 100,000 حتة، زي تتصلح لكم ربنا يشيلها بالجروف كده وحطها في فرن البضاعة ترجع أحسن 100 مرة من الأول. في اليابان فن اسمه فن الأطباق المتكسرة،
اللي اتكسرت ياخدوها يجمعوها بمية الذهب، يعملوا منها أشكال في منتهى الروعة والخرافة، وتتباع بقى بأسعار هايلة. فالمتكسر يتصلح في عرف ربنا، لأن الله يستطيع كل شيء. ما كانش شاف المجنون الأعمى الأخرس، ما كانش قوم الميت، ما كانش قوم لعازر، كل دول كانوا راح وخلاص وضاعوا، إنما ربنا رجعهم مرتين. طبعا كيفية التعامل الاتصال مع الآخر الكوميونيكيشن دي مهمة جدا، الويف كوميونيكيشن دي ضروري لازم تكون واضحة جدا وكلير باينة، مش حاجة اسمها أنا ما أقصدش أنا لا، لو في حاجة كده لا تقول أنا فعلا عندك حق أو عندك حق، أنا ما أخدتش بالي، المرة اللي جاية هاخد بالي. I confirm this. طبعا الغفران وصيان الإساءة دي من أهم طرق الحلول. لما يجي اللي قدامك يعتذر لك تقول له أنا حاضر، أنا قابل أسفك واعتذارك، بس بخاطرك متكررش تاني. مش لما يجي لك يعتذر لك تمسكه تفرمه وتغسله وتطلع عينه وتخليه مش عارف يقف قدامك وخلاص يزهق من الاعتذار ويزهق من الغفران ويزهق من التوبة أساسا. لا، لما يجي حد يعتذر قول له طب حاضر، بس اتكرر دي كذا مرة قبل كده، أنا مش عارف لغاية إمتى هنستنى إن إحنا نكررها، أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده اللي بيحصل ده هو. فما فضلك بهدوء كده هو نعتزل شوية عن بعض لغاية لما الأمور تتصلح ونرجع تاني، عشان مش عايزين نغلط، لأن كل حاجة لا يصح معاها لا يبررها الخطأ أبدا. الخطأ غير مبرر، غير مبرر مهما كانت الدوافع والدواعي، في حلول بهدوء كتير. فالغفران ونسيان الإساءة دي من أهم حلول النكد والحزن الرديء في البيوت. طبعا العلاج النفسي، يعني احنا قلنا في حاجات دي الكل اللي قلنا ده، انا اسف صدتكم في الكلام، دي تصحيحيه، يعني اراده الحل والاعتراف بالخطا وقبول التاديب وكيفيه الاتصال مع الاخر والغفران ونسيان الاساءه والعلاج النفسي، دي كلها حلول تصحيحيه. في بقى حلول وقائيه اللي هي المعرفه والارشاد، ان انا لازم اقرا الكتاب المقدس كويس واعرف ايه اللي مطلوب مني، واقرا كتب عن النفسيه المسيحيه من كتب كتاب موثوقين فيه في الكنيسة الأرثوذكسية أو خارج يعني يرشحوا في الكنيسة الأرثوذكسية. أنا أقرأ منه، لازم المعرفة. وتاني حاجة الإرشاد أب الاعتراف، إرشاد أب الروحي، مش حاجة من دماغي، مش حاجة من نفسي، دايما يكون في عندي هذا الإرشاد. دي طرق الحلول اللي إحنا بنتكلم عليها نتيجة علاج. طبعا الموضوع ده كبير قوي على فكرة، وفي حاجات كتيرة جدا ممكن ان هي تتقال، واسباب كتير ونتائج كتير، وندخل في اعماق تغوص كده. انا جاي خدت الموضوع من الناحية العامة دي، بس كل نقطة من اللي انا قلتها دي ممكن ندخل فيها في موضوع لوحده. ولكن اهم نقطة التقديس. قدس عمرك وحياتك وذهنك وفكرك وضميرك وقلبك وجسدك وأسرتك ومراتك وجوزك، قدسه. علشان ايه التقديس؟ عشان ربنا يعرف يشتغل. ربنا ليه جو بيشتغل فيه، عرفش يشتغل في اي جو، ربنا ليه جو يشتغل فيه، جو الطهارة على طول، جو التقديس هو ده اللي يشتغل فيه. هتسألوني وتقولولي والناس اللي عمالة تنكد طول الوقت لكم عشان خاطر مش قادرين يوصلوا للسر ده، ده سر. لو كل واحد فيهم عارف السر ده، عارف ان الركب المنحنية اللي على الارض هي دي اللي تخلي النكد يروح والحزن الرديء يروح، هيصرعوا كل واحد على قطه وعلى مخدعه ويركع بدموع ويقول يا رب تعالى قدس وقدسني وقدس بيتي بالصلاة، كل حاجة. وحطوا كل خط تحت كلمة كل دي، 100 خط، كل حاجة ترجع تاني. كل ما نبعد عن الصلاة نبعد عن التقديس يجي النكد، يجي الحزن. كل ما تقرب من ربنا، كل ما التقديس يبقى موجود يقدس حياتك ويقدس، يعرف يشتغل. ليه؟ لأنه ما الشيطان هيخبط، مين اللي هيفتح له؟ ربنا. ده البيت ده بتاعك بقى يا رب. انت خليتني اقعد في البيت، انا مش هجبرك على حاجه، نطلب منك بقى انك انت تحترم وجودي. عايزني اكون انا موجود في البيت، احترم وجودي وانا اعمل لك اللي انت عايزه.
حش حد هيقرب لك. لو هسمح لك بحاجة مرض أو أي حاجة ده أسمح لك عشان خاطر خلاص نفسك، إنما غير كده النكد مش هيقرب من بيتك. ودي مشكلة عند ناس كتير جدا جدا، عدم الفهم النقطة دهيا، إنه ربنا يستطيع أن يحل كل شيء بوجوده، حتى المشاكل النفسية يحلها، يساعدك على إنك تدور على حل بره، يديك إرشاد إنك تدور على حل بره، ويكون موجود جنبك، ويبقى الحل اللي بره بيكمل جزء ربنا عايزه يتكمل بالطريقة دي، لأن ربنا بيشتغل عن طريق أطباء بره، بس الأساس هو رقم واحد ورقم مليون وإلى ما لا نهاية الله ربنا السيد المسيح له كل المجد، يكون موجود في حياتك بالتقديس، يخرج النكد بره البيت على طول. ربنا يديكم هذه النعمة والبركة أحبائي، وليه المجد دائما أبديا أمين، وأنا تحت أمر حضراتكم في أي سؤال.